صحابي وسلم الحمد لله الذي نعمت به الفتح والصلح. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. برًا بأمك كما ابن مريم كما ابن مريم كما ابن مريم كان بها برًا لئلا تندما كان بها برًا لئلا تندما إن أمرتك فأتمر عن عجلي وازدجري إن هت ولا ترطلي ولا ترطلي وإن دعتك لا تصح عليها فجل برا بأمك كما ابن مريم كان يا برا لئلا تندما إن أمرتك فتمر عن عجلي واستشير النهت ولا ترطلي وإن دعتك لا تصح عليها فجنة الخلد لدى رجليها وإن دعتك لا تصح عليها فجنة الخلد لدى رجليها وإن دعتك برا بأمك كما ابن مريم كان بها برا لئلا تندما إن أمرتك فأتمر عن عجلي وازدجر النهت ولا ترطل وإن دعتك لا تصح عليها فجنة الخلد لدى رجليها وإن دعتك لا تصح عليها فجنة الخلد لدى رجليها وإن دعتك لا تصح عليها فجنة الخلد لدى رجليها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم بارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم وعلى نبيك محمد. صدق بعض الفضلاء القائلين في الشيخ العلامة المبارك محمد مولود إن لم يكن محمد مولود ولي صدق فالولي مفقود. هذا هو العلم النافع هذا هو الذي ورد في الحديث. اللهم سلك عمل نافع ويتخلص. اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشى ونفس لا تشبع وعلم لا ينفع ودعوة لا يستجاب علوم الآن لا فائدة فيها علوم العالم الآن لا يعلمون الناس ما يفيدهم أي شيء. أحد يعلم الناس كيف تقدمت التكنولوجيا وكيف صارت اطلع على مخلوقات الله تعالى الجديدة. واحد عاقل والدي ما يفيدته أن يطلع على مخلوقات الله الجديدة ويقول علم الإنسان ما لم يعلم. الله من يكون علم لا ينفع. هاي ليست علوما نافعة أصلا. الله تعالى قال في كتابه المحكم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. هذا بدل من النفي وبدل من النفي نفي. قال لا يعلمون ثم قال لا يعلمون ما هو معنى لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا لأن علما بلا تطبيق بلا تقوى لا فائدة فيه. شيخنا مراد الحاج رحمه الله تعالى في نصيحته النافعة التي قد ذكرتها لكم مرات قال وإياك ومخالطة أكثر أهل الزمان فإن الإمام الغزالي حذر منه قال احذر متفقهة زمانك فإنما هو يأويه. ثم قال فيها رحمه الله تعالى ونفعنا ببركات الجميع فإن أكثر الناس الآن يزعمون أنهم علماء وليس الأمر كذلك إنما العالم من يخشى الله كما قال الحسن البصري حين قال له قائل الفقهاء لم يقولوا كذا قال وهل رأيت فقيها قط إنما الفقيه من يخشى الله يعلن الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يعني العلم 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 ما أكسب خشية العلي العلم ما أكسب خشية العليم وما خلا منها فجاهل مليم لا في فعل مليم معناها فعل ما يلام عليه. علم بلا تقوى احتجاج على العبد وعلم بلا تقوى احتجاج عن حجة. العلم حجة لك وحجة عليك. حجة إيجابي أو سلبي. إيجابي أو سلبي. سلبي نيجاتيف.
حجة لك وحجة عليه. وعلم بلا تقوى احتجام، لا خير في علم لا يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. العلم سيقربك إلى الغرب، ما هي فائدته؟ ويبعدك من الرب. هذا هو علم الناس الآن، واحد يتقدم ويأخذ شهادة من كذا وكذا، ها يا سبحان الله كيف الغرب تقدم، وما تقدم، هذا تأخر. يعني الغرب أين تقدم الغرب؟ أخبرونا عن تقدم الغرب يا معشر المسلمين، أخبرونا عن تقدم الغرب، ماذا الذي تقدم به الغرب؟ الدنيا لا تزن عند الله جناح بعضة، لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعضة لما سقى الكافر منها جرعة ماء. هذه الطبران لو كان يمكن أبدأ بقصة موسى. نعم، وإن في قصة أصحاب الرقيم ومن بدار الخلد رافق الكريم، قصة موسى عليه السلام، قصة أصحاب الرقيم بوب لها البخاري فهي مشهورة وذكرناها مختصرة، وقصة أصحاب من بدار الخلد رافق الكريم وهو موسى عليه السلام، وهي التي بين أيدينا. موسى عليه السلام كريم الله تعالى من أولي العزم، وكل رسول أولو عزم، ولكن العلماء يذكرون أولي العزم كما قال في أسهل المسالك، وأفضل الخلق جميعا أحمد صلى عليه الله ونعم السيد، وبعده الخليل فالمكلم فنوح فالروح أولي العزم، هؤلاء أولي العزم من الرسل. نعم، موسى عليه السلام قيل سأل موسى ربه عليه السلام أن يريه رفيقه في الجنة، فأوحى الله إليه يا موسى انطلق إلى مدينة كذا فإنك ترى رفيقك في الجنة، فسار موسى حتى انتهى إلى المدينة، فتلقاه شاب فسلم عليه، فقال له موسى عليه السلام يا عبد الله. هذه عادة، إنك إذا لم تعرف اسم الشخص تقول له يا عبد الله، لأن كلنا حبيب الله. يا عبد الله أنا ضيفك الليلة، أوامر من الله تعالى، أنا ضيفك الليلة. فقال له الشاب يا هذا إن رضيت، أنا لا أعرفك يا رب، فقط إن رضيت بما عندي آويتك. يا ثاني كنت ترضى بضيافتي، قد أكون مسكينا فقيرا، مرحبا. يعني هذا عجيب جدا، يعني كل منهما لا يعرف الآخر. فقال رضيت، فقال موسى عليه السلام رضيت، فمضى به الشاب إلى حانوته، يعني دكانه، وكان جزارا. تعرف الجزار؟ كان جزارا، الشاب كان جزارا رضي الله تعالى عنه، فأجلسه، خلاه يجلس، قال اجلس مهلا يا ضيف حتى ينتهي عملي، أنه هو مشغول، حتى فرغ من بيعه وشرائه. وكان الشاب لا يمر بشحم ولا مخ إلا عزله، جعله وحده، لأن هذا هو أرق وأسهل ما يد، لأن الوالدة ما يمكن يأكل يعني اللحمة، هما كبيرة في السن، لا يمكن أن يأكل، فلا بد لهم من شيء يعني رقيق جدا، وسيبين لك النتيجة، لأنه لو أخذ لهم اللحم الكبير هذا موت، يعني صعب. لا يمر بشحم ولا مخ إلا عزله. فلما كان وقت الانصراف أخذ بيد موسى عليه السلام ونعم الضيف، وانطلق إلى منزله، ثم أخذ الشاب الشحم والمخ فترك الضيف. موسى عليه السلام وموسى ينتظر، ما هي الأسباب وما بدأ بموسى وهذا الضيف؟ لكن ما هو الأهم؟ أهم الوالدان أهم من الضيف، هما كبيران في العمر ولا يمكنهما التحرك. نعم، فترك الضيف وهو موسى عليه السلام جالسا، وبدأ بوالديه، فقال اجلس، اجلسه. انطلق إلى منزله، ثم أخذ الشاب الشحم والمخ فطبخه، ثم دخل بيتا فيه قفتان معلقتان، قفة كما تفعل الطائر، تعرف الطائر يكون له عش يجعل فيه بيض وشيء، كذلك قفة، كذلك كما يقول سلة، يقولها بسلة تجعل فيها القمامة، ما لا تكون معلقة كذا، لأن الوالدين صار صغيرين وضعيفين في كانوا صبيان،
بجانب كما تقول مقعد معلق. نعم صحيح. قفتان، كان هناك قفتان معلقتان في السقف، فأنزل إحداهما يعني القفتين، فأنزل إحدى القفتين إنزالا رفيقا سهلا رفيقا، وإذا بشيخ كبير قد سقط حاجباه على صار ما يرى سقط حاجباه على يعني، لأن الإنسان ما يكبر جدا تنطبق عليه يكون حاجب يعني يسقط عليه، لابد أن تفتح له حتى يعني ونظفه. سقط حاجباه، هي نتيجة قول الله تعالى ما يبلغن عندك الكبر أحدهما، تأكيد عند الكبر، ما زال الأب قويا أنت تطمع فيه وهو، لكن إذا كبر شيء آخر. سقط حاجباه، سقط حاجباه على عينيه من الكبر، فأخرجه من القفة وغسل وجهه وثيابه وجففها وبخرها، يعني فيه البخور، مثل البخور تعرف، ثم ألبسه إياها، ثم ألبسه إياها، ثم فت خبزا، خبز فته وأنا طحنه وأنا فتته وهكذا، نعم جعله رقيقا، ثم فت خبزا فذرده، جعله كالثريد صغير يعني ثريد كما تقول كم الكسكس صغير جدا، نعم فذرده وصب عليه الشحم والمخ وأطعمه حتى شبع وسقاه حتى روي، وقال له الشيخ يا ولدي لا خيب الله سعيك معي وجعلك رفيق موسى عليه السلام. أنت تعلم أن في الحديث أن دعاء الوالدين مجاب، دعوة الوالدين مجاب، وأطعمه حتى قال يا ولدي لا خيب الله سعيك، لا خيب الله عملك، لا أضاع الله عملك ولن يضيع، لا خيب الله سعيك معي وجعلك رفيق موسى عليه السلام في الجنة. ثم أنزل القفة الأخرى فإذا فيها عجوز كبيرة، وصنع بها ما صنع بالشيخ، فدعت له بما دعا الشيخ، ثم ردهما إلى مكانهم وخرج إلى موسى وهو يبكي موسى رحمة، موسى يبكي رحمة رحمة لهما، فقدم له طعاما فقال له يا أخي ما أنا بمحتاج إلى طعامك، ما أنا محتاج إلى طعامك، أنا لست محتاج إلى طعامك، ولكن سألت الله أن يريني رفيقي في الجنة، فأوحى الله تعالى إلي أن رفيقي في الجنة أنت. فقال الشاب من أنت؟ فقال أنا موسى بن عمران، فخر الشاب مغشيا عليه، خر موسى صاعقا، خر هنا الشاب مغشيا عليه، ودخل على والديه وأخبرهما أن الله تعالى، هذه حكاية مشابهة للآية خر موسى صاعقا لما عليه. هنا الشاب من شدة الفرح، وموسى عليه السلام هناك خر موسى صاعقا من شدة تعظيم الله تعالى وعظمته سبحانه، خر الشاب مغشيا عليه، ودخل على والديه وأخبرهما أن الله تعالى قد استجاب دعاءهما وأن هذا موسى أخبره بذلك عن رب العالمين. فلما سمع ذلك شهقا شهقة واحدة، كنفس القوي ومات، كان هذا آخر عهد لهما في الدنيا، شهقة فمات، فما هي النتيجة؟ اسمع، فغسلهما موسى وصلى عليهم، يعني نور على نور، خير على خير، ودفنهما وصاحبه الشاب إلى أن مات رضي الله تعالى نور خاتمة اليدالي، أحد علماء الشناقة في مكان العلماء، صاحب صلاة ربي مع السلام على حبيب خير أنا. وفي قصة العقاق الذي غدا أخاه أباه بر، هذه أيضا كما ذكر القرطبي في تذكرة وقد أسلمنا أمس مختصرة، ففي التذكرة أنه تستوي كفتا الميزان، كفة الميزان أحيانا لا تغلب الحسنات ولا تغلب السيئات فيستوي الميزان، ميزان لرجل، فيقول الله تعالى له
لست من أهل الجنة ولا من أهل النار، هناك قوم يقال لهم أصحاب الأعراف، استوت حسناتهم وسيئاتهم، ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بالسيمة يمكثون وقتا، استوت حسناتهم وسيئاتهم على رأيه، على رأي الصحيح من المفسرين. قل هو أنت لست من أهل النار ولا من أهل الجنة، هذا مؤقتا لأنه مسلم، هذا قال أصحاب الأعراف في سورة الأعراف، ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بالسيمة، قالوا ما أغنعكم جمعكم وما كنتم تستكبر. لا قال فيأتي الملك بصحيفة ورقة صغيرة فيها كلمة أف قالها لوالديه، توضع في كفة السيئات فترجح على كفة الحسنات، لأنها كلمة عقوق ترجح جبال الدنيا. إن عظم الوقت أو المكان عظمت الطاعة والعصيان، إذا عظم المقام عظمت المعصية، لأن مقام الوالدين فوق ذلك، فالمعصية بحق الوالدين هذا شيء آخر ليست كمعصية. قال فيأتي الملك بصحيفة فيها كلمة عقوق أف، فقط لو قال أف هي أقل تضجر، أقل يعني شعور، لا تقول له أف. قال بعض المفسرين لو كان يعلم الله تعالى شيء أقل من أف لعبر عنه، أنا هذا أقل شيء يمكن من التضجر. قال كلمة أف فيضعها في كفة الميزان يعني كفة السيئات فترجع، فتأتي أكثر من كفة الحسنات فتكون هنا غلبت سيئاته حسناته ترجع. قال لماذا على الحسنات؟ لأنها كلمة عقوق ترجع بها جبال الدنيا، أعظم من جبال الدنيا، فيؤمر به إلى النار، فيطلب الرجل أن يرده إلى الله تعالى، يقول يا ملك أنا أريد أن أرجع إلى الله تعالى ليكون، فيرجع إلى الله تعالى، فيرده إلى الله تعالى فيقول ردوه، يقول يأتي الملك ليستأذن رب العالمين يقول ردوه، والله تعالى ردوه، وليس لله مكان ولا سماع، فيقول له أيها العاق، الله رب العالمين، أيها العاق لأي شيء تطلب الرد إليه، وهو أعلم طبعا، فيقول رأيت أني لا بد لي من النار، يقول العاق هلا رأيت أني لا بد لي، هلا بر والديه في القيامة، تنظر إلى نتيجة البرور، فيقول أنا عرفت أني ذاهب إلى النار، ما عندي مجال، ما عندي مجال لا بد لي، وكنت عاقا لأبي وهو أيضا سائر إلى النار، أعمال سيئة أيضا مثلي، فضعف علي به عذاب، اجعل عذابه على أبي وسامح أبي، فيضحك الله وضحكه رضاه، فيرضى الله تعالى، حاشا الله تعالى من يتحدث له لأنه له شيء جديد، فيضحك الله تعالى يرضى عنه سبحانه جل جلاله، فيضحك الله أن يرضى عنه، وضحكه كما قال على محمد المولد، وضحكه رضاه والرضا علما، إيصال نعمه على من اعتمى. نعم، ويقول له عققته في الدنيا وبررته في الآخرة، خذ بيد أبيك وانطلق إلى الجنة. وإن في قصة أصحاب الرقيم ومن بدار الخلد أفق الكريم وتقق الذي غدا أباه بر فسعيدا معا للأبرار. هذا هو نعم، برا بأمك كما ابن مريم ما كان بها برا لأذنتم، هذه نتيجة ما قال ماضيا لرقة الأم وما لقيتي من شقة في الحمل والتربية وضع في النساء تفوق للأباء بما من البرور كان مذيبا، الذي عليه العلماء وصحيح أن حق الوالدين متساوي في البرور، ولكن هناك عطف وزيادة في الإكرام تستحق الأم لرقة الأم، وما لقيتي من شقة في الحمل والتربية وضع في النساء، هذه الأسباب كلها تفوق للآباء ذكور بما من البرور كان ندبا، لذلك قد ورد عن خير الورى إلى ثلاث أمرها مكررة، لذلك رد لك الأمر، شوف اسمع، الغرب يقول حقوق المرأة، أين حقوق المرأة؟
كم يكرر الله تعالى الأم، وكم يكررها رسول الله صلى الله عليه وسلم يكررها، وهم يقول حق المرأة. أين حق المرأة؟ هل ظلم المرأة؟ أنتم تقدمون زوجاتكم وبناتكم على أمهاتكم، أين حق المرأة؟ هناك امرأة مظلومة في الغرب ليس لها معنى، الأم هذه لا قيمة لها أصلا. حتى أن تعرف أن الغرب الآن يقول عيد الأم يوم في السنة زيارة، تعطى لها هدية، هي تشتغل الليل والنهار وتربي الأولاد، يعني يعطى لها عيد الأم، يوم الأم في السنة كاملة. أين حق المرأة؟ أخبرونا عن حق المرأة الذي يتبجح به الغرب. هذا ظلم المرأة؟ أهم امرأة مظلومة والزوجة يعني معبودة. هل قال الله تعالى في الآباء إن من آبائكم عدو لكم، إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم؟ الغرب يعبد الزوجة والولد والآباء، يعني أنا أقول لهم أنا ما رأيت شيئا أسوأ من هذا الحال. أنتم تقولون للزوجة الأولى أكس وايف مطلقة، أنا أقول لهم هي أكس ما، ما رأيت إلا الأم المطلقة. الأم المطلقة لما يتزوج الإنسان طلقت أمه، لأنكم أنتم التعدد حرام عندكم، لا يمكن واحد يتزوج زوجتين، يعني حتى الواحد لما يتزوج مرة خلاص انتهى الأمر، يعني ذلك خلاص أوهامنا. لا الغرب خراب على عقول الناس خصوصا المسلمين، أعوذ بالله غسل أدمغتهم. برا بأمك كما ابن مريم كان بها برا لئلا تندم. برا بأمك معناها بر أمك برا كاملا، كما قال الله تعالى عن ابن مريم وبرا بوالدتي، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا لما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حجا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. قال أخذ العلماء من هذا أن العاق لا يكون إلا شقيا، ولم يجعلني جبارا شقيا، هذا عكس الباء. وكذلك يحيى عليه السلام وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. الأنبياء يوصفون بهذا، هذا مقام عالي جدا. وانظر قصة إبراهيم عليه السلام، يا أبتي لما تعبد ما يا أبتي يا أبتي يا أبتي إني أخاف أن يمسك الأمر، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن شاء الله، يا أبتي إني أخاف أن يمسك الأمر أن تكون الشيطان. يعني آداب وأخلاق، ربي هدوء. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال السلام عليك سأستغفرك ربي إنه كان بي حفيظا. برا بأمك كما ابن مريم كان بابرا لئلا تندم يوم القيامة خوفا من الندامة. تندم حيث لا يفيد الندم ولا يفيد الندم. يا حسرة العصاة في القيامة ما أطول البكاء والندم لئلا تندم. نصيحة، اهتم بأمك في الدنيا لئلا تندم في الآخرة، لئلا تندم، فندمك موجود. إذا لم تهتم بالأم وتقدرها وتعظم الوالدين فاعلم أنك يعني مصحوب بالندامة يوم القيامة بلا شك. إن أمرتك يا قالتك يا فلان تعال اتمر عن عجل مباشرة وازدجر نهت، إذا نهتك فاترك مباشرة إلا لأمر معصية فلاك شيء. أطيعه في جميع ما به أمر إذا خلا من حضر ومن ضرر. لا طاعة المخلوق المعصية الخالق. نعم. أطيعه في جميع ما به أمر إذا خلا من حضر ومن ضرر. إن أمرتك فأتمر عن أجلي وازدجر النهت ولا ترطل. ترطل بالحسانية معناها لا تقول لها يعني لا تستهزئ، نوع من الاستهزاء. وإن دعتك لا تصف، لا تقول يا أمك، قل لهما قولا كريما كقول عبد ذي جناية ذليل بين يدي سيده. يا أمي ماذا تريدين؟ يا أبي ماذا تريد؟
لا ترفع الصوت عليهما ولا تدعوهما باسمهما بل اجعل مكانه يا والدي ويا أبا وله يا من دعوتي مرجبا. لا تصح، لا ترفع صوتك كما يقول مام ماذا تريدين مام، ولكن إذا تكلم عز وجل ما يقول هني العسل. نعم العسل هو البصل، ما عندكم عسل أصلا، ما عندكم إلا البصل. ما رأيت زوجا هنا محترما، تعرف أنه حمير هنا أكرمك الله، أنت تعرف هذا، تعرف أن الأزواج هنا حمير. فجنة ورد بالحديث جنة الجنة تحت أقدام الأمهات، هذه عبارة عن التواضع لهن والاحترام والإكرام. أنا لا أدري ما يقول، لأن المسلمون أغبياء، يقولوا الإسلام دائما في جانب الرجل. أين أنتم؟ هذه المرأة التي الله تعالى يقول ووصينا الإنسان بوالديه، ماذا قال بعدها؟ حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال، ماذا قال ربنا؟ ووصينا الإنسان بوالديه. يعني ما أين أنتم من القرآن؟ أين أنتم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنتم في جانب الغربي فقط، في جانب أفكار الغرب، هذا يقال له تقليد الأعمى. تقليد الأعمى، نحن عندنا في بلاد موريتانيا نقول له تفلة الأعمى، تعرف بصقة الأعمى، يقطع ثلاثة أخطاء، يحفر مكان للبصق فيه لأن المنادل ما كانت موجودة، فيحفر مكان للبصق ويبصق في مكان آخر ويغيب مكان آخر، ثلاثة أخطاء معناها تفلة الأعمى. كل واحد ما أين حق المرأة؟ تعمل الليل والنهار وتساوي الرجل في العمل 50-50 50%، وبعد ذلك يقول هني ما عسل عسل ما عسل، هي بصل وأنت بصل وكل منكم بليل، كله لا خير إلا واحد يريد أن يدخل الحياة بدون الإسلام وبدون منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، خلي دعه، هذا لا يعرف الحياة. وواحد قال إن في حياة الآن جديدة تقدمت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقول له أنت كافر رجع سدد إيمانك، خير القرون قرني هم الذين يلونهم جدد إيمانك. ما هو التقدم؟ أين تقدم؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. تقدم ما هو تقدم؟ أين التقدم؟ لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه، أمس خير من اليوم واليوم خير من غد، وهكذا حتى تقوم الساعة. أين التقدم؟ دعونا من الكذب. إيش سهل المرأة؟ ما أين المرأة؟ دعونا من المرأة. ما أين المرأة؟ ما أين المرأة؟ هي أما مملوكة يستخدمها الغرب بكلمة الحرية. الحرية أين الحرية؟ هي عبودية، هي تعرف. أنا أقول لهم هنا النساء تعرف أنه يسميهم السمك. كلهم تتلون ألوان السمك، ميك أب وويك أب لا أنت تعرف أن يسميهم السمك. نعم أنا أعرف أن يسمي النساء، وأنا أقول أنتم أسماك نسم النساء، أنت تعلم ذلك. أنتم أسماك يعني. تم تهينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، وعلى عفوه بعد قدرته. اللهم إنا نعوذ بك من الفقر إلا إليك، ومن الذل إلا لك، ونعوذ بك أن نقول زورا وأن نغشى فجورا، ونعوذ بك من شماتة الأعداء وخيبة الرجاء وعضال الداء. اللهم إنا نعوذ بك من شماتة الأعداء وخيبة الرجاء وعضال الداء. اللهم إنا نعوذ بك من شماتة الأعداء وخيبة الرجاء وعضال الداء. اللهم إنا نعوذ بك من شماتة الأعداء وخيبة الرجاء وعضال الداء. يا ربنا بحق الأسماء، يا ربنا بحق الإسراء، يا ربنا بحق ذي الأسماء، أعزنا في الأرض والسماء، وعلي قدرنا الدني بقدرها، عندك واسقنا رحيق سريا، وعافنا بها من البلاء، وعافنا بها من البلاء، وعافنا بها من البلاء، وأولنا الشكر على الآلاء، والنصر عاجلا على الأعداء، أنت المجيب فأجب دعائي، وهب لنا بها لدى المنية خاتمة حسنى الأمنية،
لأرض طيبة المرضية صلى علي خالق البرية والدفن في البقيع بعد نشر دين الإله ببلاد الكفر وأن تمن ربنا العلي لنا بحال حسن مضي وأن تمن ربنا العلي لنا بحال حسن مضي وأن تمن ربنا العلي لنا بحال حسن مرضي وأن تمنى ربنا العلي لنا بحال حسن مرضي وأن تمنى ربنا العلي لنا بحال حسن مرضي وفي الختام إنني شاد النبي بصاحبيه لحصول المطلب صلى وسلم على الهادي الأمين وآله وصحبه المبارك. اللهم صل صلاة تامة وسلم سلاما تاما على نبي تفرج به الكرب وتزال به الهموم وتدرك به الرغائب وتغضى به الحوائج وتنال به الآمال وتدرك به الرغائب وتغضى به الحوائج وتنال به الآمال ويستسقى الغمام بوجه الكريم وتوصل به الناس وتغضى به الحوائج وتكشف به الكروب وتزال به الهموم وتدرك به الرغائب. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك رب العزه عما يصفون. سلام عليكم. اللهم صل على محمد.